بقى لعبد الله السعيد ونشوف تصريحات عبد الله السعيد اللي كان واضح عليه الفرحة والسعادة بعد الفوز. طب تعالوا مع بعض نشوف التصريحات مع بعض بتاعت عبد الله السعيد ونرجع تاني. الحمد لله، طبعا مباراة كبيرة وكانت مهم ان احنا نكسب في مشوارنا في الدوري عشان نرجع تاني ويعني نرجع للمركز بتاعنا ونرجع ان احنا ننافس تاني. الحمد لله كان كله مركز ان احنا كان اهم حاجه ان احنا نكسب النهارده. الحمد لله ربنا كرمنا، ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن باذن الله. عبد الله، الفوز على النادي الاهلي مع نادي الزمالك ليه طعم تاني؟ اكيد مباراه الديربي طول عمرها بيبقى ليها طعم تاني، ودي مباراه كبيره. بنشكر طبعا الجمهور على المسانده بتاعتهم الفتره اللي فاتت والنهارده، والحمد لله ان احنا كسبنا. ان شاء الله الثقه بتيجي عن ماتش عن ماتش اكتر، وان شاء الله باذن الله الزمالك ان شاء الله الفتره الجايه يبقى ان شاء الله في المركز بتاعه، ونرجع ان شاء الله وان شاء الله في الكونفدراليه باذن الله نقدر نحقق باذن الله. كان ليا كابتن عبد الله لقاء مع كابتن جوميز وقال لي ان كابتن عبد الله السعيد لعيب ذكي جدا، بيلعب 6 8 10، لو هو مش هينفع يقف حرس مرمى هو في حرس مرمى. يعني الراجل اتكلم على المركز اللي انت بتلعب بيه، هل كابتن عبد الله سعيد شايف ان المركز ده بيسبب له مشاكل المركز ده؟ لا 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 خالص، انا يعني الحمد لله بقدر العب في 8 و10 و6، ف والراجل محتاجني في اتكلم معاه كذا مره في المكان ده. الحمد لله بحاول ادي، واهم حاجه ان الفرقه تبقى يعني شكلها كويس وان احنا نكسب، فدي اهم حاجه، وانا بحاول ادي الدور بتاعي وان شاء الله الفتره الجايه باذن الله يبقى احسن. وليه بقى كابتن شيكابالا اللي غايب النهارده اللي كان بيتكلم عليك كويس جدا؟ لا طبعا شيكابالا هو لاعب كبير، وشلبي كان غايب النهارده، وان شاء الله الونش وعبد الشافي لعيبه كبار كلهم، ان شاء الله نتمنى ان شاء الله ان نبقوا موجودين مع الفرقه، اكيد اضافه كبيره، ودايما مساندين الفرقه سواء بيلعبوا او سواء بره اللعب. فان شاء الله اللعيبه الكبيره نقدر ان احنا اللعيبه الصغيره ان شاء الله نديهم خبرات وحماس ان احنا الفتره الجايه دي تبقى ان شاء الله احسن باذن الله. اخيرا يا كابتن، والوعد اللي تعودوه جمهور الزمالك ان شاء الله؟ والله يعني ان شاء الله بنتمنى ان احنا نسعد جمهور الزمالك. جماهير الزمالك بصراحه جماهير وفيه وواقفه ورا الفريق في ظروف صعبه، وسندت الفريق كتير.